ادي السامبلنج بارامترز، ايه البارامترز اللي عندي لو انا مديالك اي جزء. طبعا انتوا عارفين انه الكورس تخلص، فاحنا عندنا هيبقى عندنا جزء انت هتعمل له مونيتورنج، هتعمل ستيشنز، وانا مديالكوا تدريب عليه في اساينمنت 3، انك انت هتاخد جزء من الووتر بادي سواء بريفر. لازم تبقى عارف كويس جدا ان انت هتاخد السامبلز دي، وهتحط الاماكن فين، هتختار الاماكن ازاي. فيهمني جدا الليكس والريفرز، الشواطئ بالنسبه لي ما هياش مهمه قوي، يعني الليكس والريفرز هي اكتر حاجه. واحنا قلنا ان هم مختلفين عن بعض في البرودكتس، شرحناها المره اللي فاتت وباكد عليها في المحاضره دي، فالمحاضره دي برضو تتاخد بعنايه جدا. ازاي نعمل الداتا شيت، ازاي نصممه، وايه البيانات اللي موجوده فيه. ده بالنسبه لي مهم. كل لو عندي ليك او عندي ريفر او ستريم، ايه البارامترز اللي باخدها، بحط الاستيشنز فين، وباخد الفريكوانسي بتاعتي ازاي. دي بقى حاجات اضافيه للكوست والايلاند والاستوري، برضو تبقى معاكم في الاعتبار. اخر جزء ده احنا كنا المفروض بننزل عليه اساينمنت وبنمتحن فيه ازاي اتعامل مع الداتا، وخصوصا لو في داتا غلط او داتا ناقصه، بس نتيجه ضيق الوقت الجزء ده انا ما يعني استثنيته من، بس ممكن تقدروا تبقوا تقروا عليه الامثله، وعنا عامله عليه امثله كتير في الجزء ده. لو انا عندي داتا زي دي مثلا نزلته وحددته وطلع فيه داتا مش موجوده اصلا في بعض الاستيشنز او في بعض الاماكن، ازاي انا استنتجها من بمعرفة النتائج التانية، دي برضو مطلوبة. نفس الكلام انا عندي هنا النتائج موجودة، في جزء عرفت اجيبه وفي جزء معرفتش اجيبه، او انا شاكة ان هو غلط. وده مثال عليه اهو، ممكن تطلعوا عليه. ده مثال على الداتا هاندلنج، ازاي لو انا عندي داتا ناقصة بنسميها ان ايه اللي هي دي مش موجودة، ازاي اطلع القيمة دي. هو انا هنزل لكم الكورس كله تحتفظوا بيه، والجزء اللي هنمتحن فيه هو اللي انا شرحته بس، انما الباقي هيبقى معاكم برضو يعني اكيد هتحتاجوه بعد كده لو اشتغلتوا في اي حاجه، اي حد فيكم اشتغل في الووتر كواليتي. ده بالنسبه للجزء اللي هو السامبلنج، ازاي نعمل الداتا شيت، ازاي نحدد البارامتر، ازاي نختار اماكن الاستيشن، ازاي نعمل الفريكوانسي، ازاي نتعامل مع النتائج. الجزء المهم جدا يعتبر دي يعني اهم جزء عندنا، بعد ما عملنا قطعنا شوط في تعريف البارامترز و وعملنا برامج للرصد، وعملنا خدنا عينات وطلعنا نتائج العينات وتعاملنا معاها، والداتا اللي ناقصه جبناها، والداتا الغريبه استبعدناها، كل الكلام ده خلاص. وبقى عندي دلوقتي في داتا شيت فيه النتائج بتاع كل ستيشن، ابتدي اتعامل بقى معاها ازاي، امثلها ازاي، اعمل برزنتيشن للنتائج دي ازاي. الرسمه اللي موجوده دي احد طرق التقييم. انا عندي دلوقتي 11 ستيشن، وكل واحده فيها عند كل ستيشن فيها ثلاث قراءات، ممكن الثلاث قراءات دي اللي هي كل اربع شهور مثلا وات ايفر. وعندي عايزه احدد، عايزه بقى اعمل اناليسز جزء، لا سوري هي مش في هنا جزء درينكينج ووتر، ميه شرب وميه ري، ومره اكواتيك لايف اللي هي البيئه البحريه، البيئه البحريه نتائج يعني الجزء اللي فيه نبات وطحالب. ودي النتائج انا مثلتها الثلاث انواع من الميه، وعايزه اعمل اناليسز عليها. ممكن امثلها ببار شارت بالشكل ده لو سمحت يا دكتور. المحاضره نعم، المحاضره الثانيه اللي حضرتك خلصتيها هي اللي متشيره، المحاضره الجديده مش متشيره دلوقتي. انا بجد مش هيراها. طيب ماشي حاضر اشيرها.
باينة يا شباب، ظهرت ولا ما ظهرتش؟ ايوه يا ظهرت. دكتور ظهر. زهرة. اه تمام. يا دكتور تمام. بقول ان احنا بعد ما عملنا النتائج وبقت النتائج في ايدنا دلوقتي، عايزين نتعامل معاها ان احنا نحطها نمثلها ونقارن سواء بستاندرز او بليمتس معينه، علشان اقدر احكم عليها واقول الميه دي كويسه ولا البارامتر ده اكتر عالي عن المطلوب وهكذا. فانا عندي مثلا المثل اللي زي ده، في عندي 3 انواع من الميه: ميه شرب، ميه تراب، وميه بيئه مائيه، يعني زي مصايد سمكية مثلا. ومثلت الثلاثة دول، كل واحد بيبقى له لون، وبقارن بين الثلاثة وبقسم نوع المياه طبقا لحاجة اسمها مؤشر الووتر كواليتي اندكس، اللي هو مؤشر جودة المياه، بقسمها ل very poor و poor و good و excellent. ده اسمه الاناليسيس بتاعي، او ازاي اعمل اسسمنت، تقييم بقى للنتائج. انا خلاص النتائج بقت معايا، ازاي اقيمها؟ باني بعمل لها، بمثلها الاول يا اما ببار شارت، واحدد عليه حدود الستاندرد كودز او حدود المؤشرات اللي عندي، وزي الرسمه اللي موجوده هنا. ممكن اعمل الكلام ده لكل بارامترز، وممكن اعمل لمجموعه من البارامترز كلها مع بعضها من خلال مؤشر بنقول هو ده صلب المحاضره، ودي زي ما قلنا الاسسمنت، هو اكتر حاجه اللي بتخليني بقى احدد هي الماي. انا عايزه كل اللي انا بعمله من اول الكورس، عايزه اقول هي الماي دي كويسه ولا وحشه، هو البارامتر ده اكتر من المسموح ولا هي الماي دي تصلح للغرض ده ولا لا. لما بعمل الاسسمنت بقدر احدد، وبعد كده بكتب ريبورت بقى واقول ان الكلام ده ينفع في كذا وما ينفعش في كذا. هو ده الكور بتاع المحاضره دي، اللي هي هتبقى بالنسبه لنا ان شاء الله اخر محاضره يعني. لو انا عندي ريفر، اخترنا الاماكن بتاعت السامبلينج خلاص، وده مثلا العين. ازاي اختار الاماكن؟ لازم احددها باللاتيتيود واللونجيتيود، وهحدد الفريكوانسي بتاعتي كل شهر مثلا، واختار ايه اللي انا ايه البارامتر اللي انا عايز اشتغل عليه. لو هشتغل على ديربيتي، لا ديسشارج، لا اوت فلو، كل دي حاجات خاصة بي. ازاي ما عندي ستيشنز اهي اماكنها، ده انا بجهز وانا قاعدة الاول هعمل فين واختار فين. بعد ما اختار الاماكن ابتدي اعمل الداتا بتاعتها تكون موجودة عندي، عشان لكل مرجع ممكن تكون ما فيش علامة مميزة اقدر اوصل للداتا للستيشن بتاعتي بالجي بي اس. نفترض ان انا عندي نقطة في وسط المجرى ملهاش مكان علامة مميزة، طب اوصلها ازاي؟ بمركب مثلا، بالجي بي اس اقدر احدد المكان اللي كل مره باخد بيه. يبقى الحاجه الوحيده اللي اقدر احدد الاستيشن بتاعتي في وسط المايه، لو ما فيش حاجه مميزه بالجي بي اس اقدر احدد، ادخل الداتا بتاعت الجي بي اس يوصلني للنقطه بالظبط، او ابتدي اخد العينه. فدي صعوبه طبعا القياسات في المايه يعني. السامبل تكنيك هنعمل ايه؟ في حاجات في الموقع هناخد داتا كولكشن وهنبتدي نعمل عليها داتا. ده كل ده ايه الفاريبلز اللي انا هاخدها؟ هنتكلم على الريفر لان هو اكتر حاجه. الليكس كان المفروض ليها محاضره بس مش هنديها لانه احنا شرحنا الليكس كتير، فاللي هينطبق على الريفر كتكنيك هينطبق على الليك بس مع فرق المتغيرات في الفاريبلز اللي احنا بنشتغل عليها. الحاجات الكيميكال اللي هنشتغل عليها الجي او، الامونيوم، النيترايت، النيتريت، السي او دي، البي او دي، تمبريتشر. الهيدروليك داتا دي مهمه جدا بالنسبه للمجرى المائي، اللي هي السرعه، الديسشارج، الدبس، الويز، الباسيمتر اللي هو القطاع كله، والريجيم اللي هي الحاله بتاعت المجرى، اذا كان في سكاور، في نحر، في سيدمنتيشن. وادي احد الانهار، ده مثال، وادي الستيشنز اللي عليه كلها. وطبعا كل مجرى بيبقى له ايراد وبيبقى له اوت لو، او في ده مثال مثلا للسد العالي، قبل السد العالي وبعد السد العالي الايراد بتاع النهر شكله عامل ازاي. الكلايماتيك داتا بيبقى فيها درجة الحرارة، بيبقى فيها أشعة الشمس، بيبقى فيها سرعة الرياح. كل دي من الكلايماتيك داتا اللي بنحتاج
ان احنا نقيسها. الخرائط اللي بنشتغل عليها اللي هبتدي نوزع عليها اماكن الستيشنز لازم تكون خرائط مقروءة واضحة، مش خرائط صغيرة. ولو عندي خرائط معتمدة من جهات حكومية أقدر أعتمد عليها، وبتتشرى بسكيل معين. يعني إحنا عندنا مثلا في وزارة الري، لو أنا عايزة مثلا جزء الفرع رشيد، بقول لهم أنا عايزة أشتغل على الحتة دي، ادوني الخريطة بالألوان كويسة بشتريها. مش يعني لو انا عايزه يطبعها لي، لو عايزه بحيره معينه برضو بروح لهيئه الثروه السمكيه واقول لهم انا عايزه الخريطه دي بسكيل معين عشان اشتغل عليها وبشتريها، ما تبقاش افيلبل فور فري. البارامتر دي الليمتس اللي مسموحه بتاعت الفاريبلز اللي هي الكيميائيه، كل دي كيميكال ده الرمز بتاعه. وبرضو الورقه دي مهمه جدا لان هتفيدكم في الجزء بتاع الاكتيفيتي اللي بقول لك ايه هو الاسم العلمي وايه السيمبل بتاعه. الجزء ده مهم تراجع عليه وتبقى معاك وانت بتحل الاكتيفيتي بتاعت الرمز والاسم بتاعه. دي البريميسيبل ليفلز. بالنسبه للريفر او السيرفيس ووتر بصفه عامه، دي كل واحده من دول بتبقى دي، وده زي ما قلت سيرفيس ووتر مش جراوند ووتر. جراوند ووتر بتتبع ال WHO منظمه الصحه العالميه، سيرفيس ووتر ما بتتبعش ال WHO. بحسب ما انا عايزه هدخلها ميه شرب تبقى محطه شرب تبقى WHO، هشتغل فيها زراعه تبقى فاو، هشتغل فيها صرف على المسطحات المائيه هشتغل بقانون البيئه المصري اللي هو 48 لسنه 92. ده جنرال للسيرفيس ووتر. طبعا لازم وانا بدرس احدد في المنطقه بتاعتي وازورها طبعا مره واثنين ثلاثه عشان احدد مصادر التلوث. تحديد مصادر التلوث هتخليني اختار الستيشنز بعنايه وبدقه وتعمل لي احسن تمثيل للميه اللي موجوده. ما ينفعش اقعد في المكتب واختار العينه عشوائي، لازم اروح بنفسي على الطبيعه واشوف في مصنع في مدبغه، في مغسله، في صرف زراعي، في صرف صناعي، في محطة تكرير، في بنزينة. كل الكلام ده لازم أشوفه. في مينا، في مرسى على نهر واتيفر أيا كان. في إحنا عندنا إن إحنا عارفين إن إحنا عندنا في أتوبيسات نهرية ومراكب نيلية سياحية، الكلام ده كله بيبقى لها مراسي، والمراسي دي بتعمل تلوث. فلو هي موجودة في المطب لازم أخد عندها عينة، لأن كل دي بتبقى مصادر تلوث. فأنا لازم أشوف برأي العين، أروح على الطبيعة وأشوف فعلا مصادر التلوث، ما أسمعش، ما أخدش داتا، أو لو خدت داتا أروح على الطبيعة عشان بناء على مصادر التلوث دي هحط الستيشنز بتاعتي في أماكن التلوث عشان تديني أكبر قدر وتمثيل للمياه الموجودة. وهو ده اللي بقول أهمية اختيار الموقع لازم يكون مفيد. أنا لو حطيت في منطقة ما فيهاش مشاكل خالص فأنا ما استفدتش، إلا لو عملت واحدة عشان أقارن اللي ما فيهاش مشاكل باللي فيها مشاكل. إنما لو اخترت عشوائي من غير ما تكون بتمثل مناطق التلوث وعدم التلوث أو التلوث الزراعي، بيبقى له مشاكله وهيطلع النتيجة بتاعته فيها أمونيا ونيتروجين فوسفورس كتير. لو تلوث صناعي هلاقي فيه هيفي ميتالز وحاجات كده. فلازم التمثيل بتاعي واختيار النقط بتاعتي تمثل فعلا المشاكل اللي موجودة، وما ركزش على حاجة واحدة. يعني ما احطش في المنطقة الزراعي دي كذا نقطة واسيب مثلا مصنع بيصرف أو بنزينة بتسرب أو واتيفر. يعني لازم أمثل كل حاجة موجودة في المنطقة. وطبعا ده لازم اعمل لها خرائط كويسه جدا ودقيقه واوقع عليها الكلام ده، بس بعد ما احدد الاماكن التلوث واختار على اساسها الاستيشن. انا بتكلم دلوقتي على حاجه حقيقيه. نفترض مش هاخد الريفر كله لان قلنا الريفر كله بيبقى مسؤوليه الدوله، لكن نفترض ان انا عندي مشكله في جزء معين ومطلوب مني احلها، فانا هعمل الكلام ده على قد المشكله، اشوف المشكله دي طولها كام كيلومتر، من فين لفين، بادية منين لحد فين، وابتدي احدد الستيشنز بتاعتي. انما على مستوى مثلا مجرى كامل او بحيرة كاملة، دي بتبقى فيها ستيشنز تبع الدولة وموجودة نقدر نستعين بيها. يعني الحاجات اللي بناخدها في مجموعة الاورجانيكس، مجموعة النيتريتس، مجموعة السوليدز، ومجموعة الفيزيكال بروبرتس. دي الحاجات اللي انا عايزة اعمل لها اسسمنت، وبعد ما اطلع النتائج بتاعتها هبتدي امثلها باكتر من طريقة.
دي بعض تعريف ل الووتر بادز. احنا في التغير المتغيره قوي، متغيره بسيط، ده تقراه عشان تاخد فكره وانت بتتعامل مع الميه وبتحللها، هل التغيير اللي انت اللي اكتشفته ده سلايت بسيط ولا شديد ولا نهمله ولا ناخده في الاعتبار. فده بيشرح لك في كل حاله نقدر نقول ان الميه دي حالتها متغيره ايه، متغيره تماما ولا متغيره بقوه ولا متغيره بوضوح ولا متغيره ببسيط. ده بيوضح لك من شكل الميه والعينات بتاعتك هتقدر تحدد من الاول هو التغيير كبير ولا بسيط. ده الداتا شيت لو انت عندك كل الحاجات اللي انت هتدرسها، الحاجات اللي مهمه. نعم مش سامعة. لو انا بعمل كل البارامترز دي وعندي دي انواع من الووتر بادز ودي البارامترز اللي انا باخدها، ايه الحاجات اللي المفروض مهمه في كل حاله اللي انا شرحتها لك قبل كده؟ قلت لك الليكس في حاجات مهمه لازم تكون موجوده، الكوستر في حاجات لازم تكون موجوده، الانهار او المجاري المائيه في حاجات، دي بتقول لك ان هو اللي المهم اللي لازم تعمله، وهل الطريقه متاحه ولا مش متاحه. انت ممكن تيجي تقيس حاجه ما يبقاش معاك الجهاز بتاعها، ما تبقاش عارف تقيسها، ما تبقاش عارف تاخد العينه بتاعتها. فلو انت بتشتغل على مسطح كبير فيه انواع من البود ووتر بادز مختلفه، يعني جزء ليك على جزء ترانزيشن على جزء كوستال، انت لازم تحدد ايه اللي في كل جزء هتحتاج تعمله، وايه المهم وايه اللي مش مهم، وايه اللي تقدر تقيسه وايه اللي مش تقدرش تقيسه او تعمله اساسا. دي بحيرة، ده نهر، واتعمل جزء منه اللي هو عليه الجزء الأصفر ده بس اللي اتعمل عليه assessment، ده اللي اتعمل عليه assessment في مشكلة واتعمل عليه قياسات. ده قياسات في 1996 وده القياسات في 2006، وفي هنعمل analysis و assessment للنتائج. ده شكل النتائج بالwater quality index اللي احنا هنقول هو بيمثل ايه بين السنتين. طبعا زي ما قلنا ان عملية التدهور بتاعت المياه دي بقت حديثة نتيجة الاستخدام الجائر للإنسان للمياه وعدم احترام قوانين البيئة. فاحنا بنلاقي انه لما بنعمل مقارنة بين اي منطقة فيها ووتر بادي بعد فترة من السنين زي دي 10 سنين، بنلاقي ان التلوث بيزيد. وواضح هنا هو في 2096 كانت الووتر كواليتي اندكس كان بسيط وعمال بيزيد التلوث مع 2006، من 96 ل 2006 عملية التلوث بتزيد، وده بيقاس على كل الانهار يعني او كل الووتر بادز بصفة عامة. لو هشتغل على استيشن معينة مثلا زي البي او دي، عندي 4 ستيشن اهم، ممكن اقارن بينهم واشوف اكتر واحده فيها البي او دي طلع قد ايه. انا ممكن اقارن ببروكن لاين، اقارن ب ابتدي اشتغل بالبار. انا عندي هنا ده سي او دي وده البي او دي ل4 محطات، بقارن كل محطه البيهيفير بتاعها على مدار المرات. الفريكوانسي اللي تحت ده الفريكوانسي يا جماعه اللي هو التيمبورال اللي احنا قلنا عليه، ادي اوقات اخذ العينات 2 4 6 8 10 12 12 مره، يعني دي كل شهر تقريبا. ااا 12 مره دي الفريكوانسي. في 4 ستيشنز اوقعت او عملت تمثيل بياني للسي او دي هنا والبي او دي هنا، وبقارن مع الزمن الاربع ستيشنز البيهيفير بتاعهم شكله عامل ازاي. دي احدى الطرق بتاعه التمثيل اللي اقدر اقول والله في الفتره الفلانيه ولتكن في الصيف مثلا السي او دي كان عالي جدا اكبر يعني قيمته كذا، وفي فتره معينه كان قليل جدا مينيمم كذا وماكسيمم كذا والمين لكله المتوسط بتاعه كذا وهكذا. دي طريقه من طرق التمثيل. انا هنا بقارن الرصد الزماني اللي هو عدد الفريكوانسي ببارامتر معين لعدد من المحطات. ممكن اعكس ادي اخد كل المحطات اللي عندي
واخد لزمن واحد في مره واحده اقارن نفس النتائج. انا طبعا اللي بحدد طريقه التمثيل اللي بشتغل عليها. هنا في الكوندكتيفيتي لنفس الاربعه مع نفس العدد الفريكوانسي بتاعتي. هنا التربيديتي، الاثنين دول فيزيكال، اللي فاتوا كانوا كيميكال. ده قانون 48 لسنة 82، هو ده 48. دي الليمتس بتاعته، دي الليمتس اللي شغالة عندنا في وزارة الري وفي وزارة الزراعة، المفروض تبقى ملم بيها يعني، مش في الآبار. دي في المياه السطحية اللي بتستخدم في وزارة الري ووزارة الزراعة، لكن مش مياه جافية مراية آبار. طريقة التمثيل بنمثل بالطريقة دي، بنسميها طريقة البوكس، اللي بتاخد الماكسيمم والمينيمم والمين. دي أكتر طريقة بتعرفني. أنا عندي هنا البي اتش، الألكالينيتي، الهاردنس اللي هو العصر المية، الكوندكت الكتر كوندكتيفيتي، تي دي اس التوتال ديزولفد سوليدز، سولتس، والكادميوم، مغنيسيوم، كلورايد، سلفيت، دي او. دي الطريقه اسمها البوكس تايب بلوت، اللي احنا بنقارن بين الطرق المختلفه، وهنتكلم عليها في مثال في اخر المحاضره. ازاي ابتدي افكر في الاسسمنت كخطوات؟ نستخدم الشارت ده. انا بحدد الاكتيفيتيز اللي موجوده عندي، اجريكلتشر، سيود، ارتفيشال ستراكشرز، واللي هي المنشات الصناعيه اللي على النهر نفسه. وبعد كده لو عندي في ريفر واستري، باخد شوف البوينت سورس اللي هي مصادر التلوث، لو هي بوينت او نون بوينت. وبعد كده بشوف الايكو سيستم، العوامل المؤثره عندي في الايكو سيستم اللي هي الخاصه بالبيئه البحريه، الاسماك والطحالب. الجزء ده بعمله هيدرولوجيكال موديلنج عشان ده خاص بالكميات، والانفيرومنتال موديلنج خاص بالجوده بتاعه المياه، ازاي اتعامل مع منطقه كلها، اعمل اسسمنت. جزء هيبقى هيدرولوجي خاص بالكميات، وجزء خاص بالبيئه اللي هو الانفيرومنتال اللي انا بعمل فيه كل الووتر كواليتي ستادي بتاعتي. دي مقارنة بين الـ WHO والـ Water Quality Index الأمريكي الكندي، و 3 من المؤشرات الـ Water Quality Index. زي ما قلنا إن ده مؤشر بكذا بارامتر، هناخد عليه المثال في الآخر. بس إزاي أقارن؟ المؤشر ده بيتحرك من 0 ل 100%. وآدي الـ Sites، عندي 24 سايت، وبقارن بين الووتر كواليتي اندكس لاكثر من ستاندرد. دول 3 ستاندردز بقارن بينهم. هنا المايه سيئه، هنا معقوله، هنا مارجنال، يعني بين السيئه والمعقوله، فير يعني معقول مقبوله، جود واكسلنت. دول الثلاثه الليمتس، وبقدر احدد بالنسبه لكل دي ستيشنز عليها نتائج انا طلعتها. بقيمها بثلاث طرق، بثلاث مؤشرات، وكل مؤشر بيديني نتائج مختلفه، لان كل مؤشر له طريقه معينه في الحسابات. معينة بتحدد هو امتى بيبقى بور للثلاث مؤشرات. فدي طريقه من التمثيل بتقول انه الووتر كواليتي اندكس عندي كذا مؤشر، همثل على كل الستيشنز. طبعا ده هيبقى في زمن واحد، يعني عند يوم معين انا خدت فيه القراءات، بقارن كل القراءات بتاعت الستيشنز كلها في مره واحده، او في الفريكوانسي بتاعتي في يوم محدد، وبطلع القراءات بتاعتي وبقارنها ببعض. اقدر من الشكل ده اقول ان يعني أسوأ جوده للميه في الستيشن 2 ممكن يكون عندها مصرف مصنع او مصرف زراعي او صحي، واحسن حاجه عندي بتحصل في الستيشن 1، والباقي ان بتوين. يعني اقدر من الاناليسز لكل المؤشرات، القيم هي اللي هتختار. دي طريقه للتمثيل برضو. دي بقى للانهار كلها. اقدر اقول في سنه كذا مجموعه من الانهار اهي، اقدر اقول امتى تبقى كلين وسلايد بوليوتد وبوليوتد، يعني هي الانهار كويسه
وملوثة نسبيا وملوثة تماما، وأقارن بينهم هما الثلاثة لعدد من الأنهار، لعدد من الأنهار، ومع السنين أقدر أعرف واضح إنه التلوث مش بيزيد، بيقل. لو عندي معالجة مثلا، لو أنا بعمل معالجة وبقارن بين الثلاثة ببعض، هو ده كلين أعلى حاجة وده كويس، والأنهار دايما بتبقى أقل تلوث، لأن هي فيها ميزة ربنا ميزها بيها إنها بتنقي نفسها بنفسها، لأن هي جارية، فحتى لو حصل فيها ملوث مع التدفق بيقل، ولو معرفتش أقلله بعمل ديليوشن بإني أخفف بضخ كميات من المية من أي خزان موجود علشان أعمل تخفيف للملوث، فالأنهار بتبقى أكثر قدرة على احتواء التلوث أو التخلص من التلوث عن البحيرات والمياه الجوفية. نفس الكلام، دي ده احد الريفرز، ودي الاستيشن اللي عليها، وده الكونسنتريشن بتاع الملوث اللي هو يعني دي كل الاستيشنز عكس اللي قلناه قبل كده، دي الاستيشنز وده التركيز بتاع الملوثات في زمن معين في يوم معين. دي يعني الرسمة شاطحة قوي، بس دي لقيم مختلفة، للنيترايت وللتوتال نيتروجين وللفوسفورس، ازاي باخد بمثل وبقارن بالقيم المتاحة. انا كل ده بتكلم على تمثيل النتائج اللي ممكن امثل بيها. دي قيم هنا سي او دي، هنا industrial waste، هنا industrial ammonium، وبقارن على محطات مختلفة لسنين مختلفة. يعني الألوان دي عند بتمثل السنين، وده عند منطقة معينة. يعني المجموعة دي كلها من سنة 2005 ل 2013 الألوان اللي بتمثلها الواحدة في الثلاثة دول، وكل دول عند ستيشن معينة. فأنا كده مثلت زماني ومكاني للبارامترز على نفس الشرط. ده بيبقى صعب شوية، بس ممكن بالإكسل بتقدر تدخل الداتا كلها وتمثل بأي طريقة أنت عايز. برضو دي طريقة من التمثيل، بتبين البكتيريا والأرسينيك اللي هي المواد السمية، والديسانفيكشن باي برودكتس المواد اللي مسببة للأمراض، من 2002 ل 2012. برضو ده مؤشر، وبيقارن النتائج اللي هو مطلعها بالبور والمارجنال والفير، نفس الكلام. الووتر كواليتي اندكس له قيم. الووتر كواليتي اندكس ده مؤشر موجود منه امريكان وكنديان وانديان واوروبيان، هو مجرد مؤشر بياخد كل الداتا، بدل ما بتعامل مع برامتر زي سي او جي او جي او لوحده، لا انا باخد 7 8 برامتر 10 برامتر واحطهم في علاقه، ودي بتطلع لي قيمه. القيمه دي بقارنها من 0 25 من 26، وكل واحده بتقول والله دي اكسلنت، ده جود، ده بور، ده فيري بور، ده مش سوتابل مثلا. فكل مؤشر له قيم مختلفه، المؤشرات لها قيم مختلفة، والمؤشر له بلد مختلفة، وكل مؤشر بيدي نتائج كمان مختلفة. بس في حاجات بتنفع للمجاري المائية الجارية زي الأنهار، في حاجات بتنفع للمجاري للشواطئ الكوستل أو التايدل، في حاجات بتنفع للبحيرات. أنا هدي واحد بس هو اللي هشتغل عليه، لأن احنا عندنا أنواع كتير جدا من الووتر كواليتي اندكس، هناخد الأشهرهم والأسهلهم، وده موجود الموقع بتاعه اللي بيعمل الووتر كواليتي، انت لو دخلت عليه ودخلت الداتا بتاعتك هيطلع لك قيمة الووتر كواليتي اللي تتأكد بيها ان انت حاسب، موجود على الانترنت الموقع بتاعه، وموجود في آخر المحاضرة تقدر تتأكد. وفي ناس السنة اللي فاتت لما كان في وقت كانوا بيعملوا اساينمنت ويطلعوا النتيجة من على الموقع الأصلي ويقارنوها بالنتائج اللي هم بيطلعوها، بس للأسف الوقت ما أزفش معانا. يعني دكتور، والجدول اللي فات ده نحفظه عشان المسألة؟ الجدول اللي هو الرابط. ايوه ايوه
تمام مش هيعطى بالنسبة له. مش ده بيبقى موته يا دكتورة؟ لا القيم دي مش بتبقى معطاة، بس ممكن إن بعض المعادلات تبقى معطاة. هنتفق مع بعض، دي الرسمة اللي كانت موجودة في الأول، دي على طلعت الإسماعيلية. لنا إنه بيبقى معطى WQI ده أو QI ده. لا ده اللي هو هقول لك الويت بتاع البارامتر هو اللي بيعطى، يعني كل بارامتر بيبقى له ويت فاكتور حسب أهميته، هو ده اللي بيبقى معطى اللي هو الكيو بتاعته. دي مقارنة بين دي على ترعة الإسماعيلية، الميتال إندكس، وجود المعادن في المياه الشرب وفي مياه الري وفي الأكواتيك لايف على ترعة الإسماعيلية، ومقارنتها بالقيم اللي ممكن اللي هي اللي بتعمل المسموحة واللي بتعمل وارنينج اللي ما تنفعش نقول لا دي ما تنفعش، دي على طريقة الإسماعيلية. دي نتائج حقيقية بس مش فاكرة سنة كام، يعني ده الجزء اللي احنا قلنا عليه بتاع كفر الزيات وازاي بنختار الستيشنز. ده مثال محلول هختم بيه المحاضرة بتاعتي. لو انا عندي النتائج دي، عندي 4 ستيشنز وعندي البارامترز دي موجودة فيها، دي temperature، دي تي دي اس، دي او، وطبعا كل لازم تكون عارف الوحدات بتاعت كل بارامتر عشان لو في وحدات مختلفة وهتحتاج تحطهم في مؤشر تكون بتستعمل نفس الوحدات. التربيديتي، الان او 3، الاف اي الحديد، المنجنيز، الفيكال كوليفارم، ده بكتيريال، ده بيولوجيكال، كل دول كيميكال ما عدا التمبريتشر والتربيديتي دول فيزيكال. ودي القيم في الثلاثة ستيشن والمكان ده، بيقول لك حدد الووتر كواليتي اندكس ودي التقييم بتاعك وارسم النتائج دي قارنها. وده ده الاسسمنت التقليدي خالص، الاول مثل النتائج دي قارنها بالستاندرد ليميتس وبعد كده استنتج منها الدبليو الووتر كواليتي اندكس المؤشر، واحنا قلنا هنشتغل على مؤشر واحد فمش هنسمي اسماء كتيره لان مش هنقول ده الكنديان وده الامريكان، احنا نقول الووتر كواليتي اندكس هو واحد، معادله واحده اللي هنشتغل عليها. وبعد كده ادي الريكومنديشنز بتاعتك بقى لوضع المياه بعد ما عملت الكلام ده، وادي ده جيفن. ونركز بقى المثال ده مهم لانه ده تطبيق مباشر. ده الجزء بتاع الويت فاكتور اللي الزميل دلوقتي كان بيقول ده معطى. انا في الووتر كواليتي اندكس انا عندي كل بارامتر من دول له ويت فاكتور حسب اهميته في الدراسه، الويت فاكتور ده هو اللي بيبقى معطى بالنسبه له، ده هضربه في القيمه بتاعت التركيز الكونسنتريشن هيديني التاثير الحقيقي، لان كلهم مش تاثيرهم زي بعض، في حاجات تاثيرها كبير زي الفيكال كاليفورم مثلا او زي البي اتش، وفي حاجات تاثيرها ضعيف زي التي جي اس مثلا 7 من 100. فالويت فاكتور ده اللي هو الكيو اللي احد الزملاء كان بيتكلم عليه، ده اللي بيعطي بالنسبه لك، ده اهميته، ده بيختلف من منطقه لمنطقه الدراسه، تختلف حسب الملوثات اللي عندي، حسب اهميه البارامترز اللي انا بقيسها، والارقام الاكبر للملوثات الاكبر، والارقام الاصغر للكيو الاصغر للبارامترز اللي اقل تاثير. سوري هو السيزونال داتا الجدول العنوان اختلف، دي القيم اللي هي الفريكوانسي اللي هو الرصد الزماني في الشتاء والربيع والصيف والخريف، دي ل4 قيم بس مش لكل القيم اللي موجوده في الجدول. فالقيم دي ده الرصد الزماني اللي قبل دي اللي هي الرصد المكاني عند الستيشنز عند 4 ستيشنز، ادي البارامترز اللي عندي وادي قيمها. القيم دي على الـ4 مواسم
عند ستيشن واحدة اللي هي ستيشن اي، فمعلش الجدول بس العنوان متلخبط، هو ده العنوان، ده الكيو اللي هو الووتر كواليتي اندكس فاكتورز ويت فاكتور، ده فوق، فانا هصلحها وانزلها تاني. وعند ستيشن واحد انا خدت البيانات كلها عند ستيشن معينة لرصد 4 مرات في السنة لاربع بارامترز بس، مش لكل البارامترز اللي انا عملت عليها عندها الرصد. اول حاجة انا عايزة اعمل بلوت للووتر كواليتي مع الستاندرد. اقوم اعمل ايه؟ ممكن ارسم نفس الجدول اللي عندي واحط قيم الستاندرد هنا، ودي ممكن ديها انا هديها لك، انا هدي لك القيم الستاندرد بس لوحدها، مش هحطها هنا، هدي قيم الستاندرد بصفة عامة، وانت اللي هتشوف كل البارامتر عندك وهتقارن بيها. تقوم تاخد الجدول بتاع القيم اللي معطاه وتحط الستاندرد بتاعك في كل جدول، او لو ما حطيتهوش هترسمه على طول. هتبتدي ترسم بالشكل ده. نفترض اول حاجه اللي هي الووتر تمبريتشر، عندي 4 ستيشنز، ال4 ستيشنز عندهم 4 قيم. هوقع الووتر ليميت اللي هي 25 الستاندرد، 25 درجه تقريبا، وهقارن، هوقعها بخط كده واقول ده الليمت بتاعي، او هعمل الليجند بتاعي. الخط المنقط ده الستاندرد اللي انا هديه لك، سواء انت حطيته في الجدول او رسمت على طول ورسمته مع الباقي، هتقول ان هو ده وزين ذا ليمت. خلاص انت بترسمه، وانت في التعليق بقى بتقول انه درجه الحراره كلها في ال4 ستيشن اقل من المسموح به، فما فيش مشاكل. نيجي مثلا عند التوتال ديزولفد سوليدز اللي هي الاملاح المذابه في ستيشن 1 و2 و3، ده الليمتس بتاعته، فهي هنا اقل من الليمت وهنا اعلى من الليمت. دي طريقه التمثيل الاولى والبسيطه، اني اعمل بار شارت للداتا بتاعتي واقارنها بالمسموح بالستاندرد ليميتس او الليميتس اللي موجوده، والليميتس دي هتبقى معطاه بالنسبه لك، مش مطلوب منك تحفظها. وهكذا بقى بالنسبه لكل ده ديزولفد اكسجين، وهنا البي او دي، السي او دي، البي اتش. احنا قلنا ان البي اتش نيوترال في 7، فلما يكون القيم هنا او من 6.5 ل 8.5 فالقيم نقدر نقول ان هي مقبوله. هنا سي او دي الستاندرد كل القيم اكبر من المسموح به الليمتس، فبالتالي دي كلها كريتيكال يعني او غير مقبوله النتيجه، ان السي او دي يبقى اكبر بكتير من المسموح. وهكذا دي التربيديتي، دي كلها انت تمسك يعني تمرن ايدك بقى، بتعملها بالاكسل، تعملها ورق مربعات. هو في الاساينمنتس مطلوب منك تعملها اكسل، طبعا لو انت في الامتحان هتعملها على الورق المربعات اللي موجود. اتمنى او يعني ممنوع منعا باتا استخدام الايد، لازم الرسم يبقى بالمسطرة وبالقلم، مفيش حد يرسم بالايد نهائي. اللي هيرسم بالايد هعتبر ان هو ما قدمش، انه دي رسومات بيانيه والمفروض ان احنا نشتغلها بالاكسل، فلا اقل ان احنا لو بنمتحن تبقى بالمسطرة والقلم الرصاص، ما حدش يرسم برضو بالجاف غير لو هيرسم بس الجزء بتاع الستاندرد لما. هنا هخلص وهفتح باب الديسكشن. هخلص ده الفيكال كاليفورم، وقلنا ده اللي هو البيولوجي في ستيشن واحدة بس، ستيشن واحدة بس هي اللي وزين ذا ليميت، والباقي كله أكتر من الليميت، وإحنا قلنا إن ده مرتبط بصحة الإنسان وانتقال الأمراض اللي هو مؤشر البيولوجي، فطبعا ده مؤشر خطير لو ده داخل على محطة مية شرب. دلوقتي أنا هقارن الستيشن اللي هي الزمنية، ده دلوقتي عند ستيشن معينة اللي هي ستيشن A، هاخد بقى النتائج الزمنية نفس الستيشن، هاخد الفريكوانسي بتاعتها، هقارن بنفس الطريقة، أطلع نفس أدي الليميتس برضو المعطاة، وهرسم نفس الكلام اللي فات. الووتر كواليتي اندكس ان شاء الله هنزل صندل اكزامبل عليه النهارده، هيبقى معاكم وهيتشرح في السكشن باستفاضه، هتتمرنوا عليه. ده المساله الوحيده اللي هي بالارقام اللي احنا المفروض كنا هنبتدي ناخد بعدها الاتروفيكيشن، فلو تحبوا اديكم الاتروفيكيشن اشرحه انا ما عنديش مشكله، لانه ده عليه مسائل بس مش هتيجي في الامتحان، بس تبقوا خدتوا فكره. ما تحبوش انا هنزل لكم المحاضره واللي عايز يقراها يقراها.
اتمنى انه الاسبوع الجاي ناخد بس نص ساعه نتكلم عن الامتحان هيجي فيه ايه وهنركز فيه ايه، تكونوا انتوا اشتغلتوا في السكاشن وعرفتوا المشاكل بتاعت اللي عنده سؤال في التطبيق، ونقول بس نص ساعه في وسط الشفوي نقول احنا بس هي الامتحان هيجي ازاي، لانه طبعا احنا مضطرين ان احنا نوقف الكورس كده، رغم ان انا كنت رافعه كل المحاضرات للاخر، وكان في تكنيكال ريبورت هيتعمل المفروض كنا هنبتدي نشتغل فيه بعد الووتر كواليتي اندكس على طول مباشره لانه بيعتمد عليه، ففي جزء كبير انا حاسه ان انا خديتكم قشور المعلومات بس للاسف ما خدتوش كفايه، بس عشان ارضي ضميري انا يعني معاكم المحاضرات لو حد محتاج يقرا فيها يقرا من باب العلم، لو احتاجها بعد كده يستعملها، لكن رسميا ده اخر جزء هنشتغل عليه، والجزء بتاع الاتروفيكيشن انا لغيته عشان ما يبقاش ستريس عليكم، الجزء ده انا عايزاكم تهضموه، وفي مقابل ان انا شلت الجزء انا عايزاكم تتمرنوا عليه وتشتغلوا بايدكم كتير وتطلعوا نتائج، لانه دي تقريبا الجزء الحسابي الوحيد اللي عندنا دلوقتي وخدناه متأخر، يا دوبك تلحقوا تتمرنوا عليه في السكشن وتعملوا الأساينمنت بتاعه. الشيت عليه 3 مسائل تدريب، وده عندك هنا السولفد اكزامبل اهو في المحاضرة موجود، هنزل لك سولفد اكزامبل كمان كامل، هنزل لكم امتحان السنة اللي فاتت بالحل بتاعه، بحيث يبقى متاح قدامكم يعني حاجات كتير تقدر تساعدكم انكم تحلوا الامتحان، والاسبوع الجاي ان شاء الله نتقابل بس نقول الامتحان هيجي ازاي عشان اللخبطه اللي حصلت في اصل المنهج قبل انتهائه، هقول بس الامتحان هيجي ازاي ودرجات هتتوزع ازاي علشان ما يبقاش فيه مفاجآت يعني. بس كل سنه وانتم طيبين. دكتور الستاندرد لو حد عايز يسال نعم الستاندرد ليميت هتبقى جيفن؟ ايوه والويت فاكتور هتبقى جيفن، انما الرينج بتاع الجود والباد ده انت اللي لازم تعرفه لوحدك. تمام يا دكتور. طب لو سمحت يا دكتور، بس هو في السؤال بتاع المسألة رقم 2 في الشيت الثاني في قيم مجهولة اللي هي ايه بقى؟ الشيت الثاني ده كان على ايه؟ انا مش فاكره. في الشيت اللي هو الشيت الرابع، احنا وصلنا للشيت الرابع اللي هو الووتر كواليتي اندكس، الشيت الاخير الرابع. ايوه المسألة الثانية مالها؟ فيها قيم مجهولة في المعاملات او حاجة زي كده، فدي كانت فكرة كان باشمهندس قال لنا ملغية من علينا بس نتأكد من الدكتورة. ما هي دي الداتا هاندلنج اللي انا قلت عليها، لو انت عندك داتا مش موجودة احنا كنا بندي مسائل ازاي تستنتجها، ودي كانت عملية احصائية بنطلع بطريقة احصائية، فانا عشان هي تفريعة ما هياش في كور الشغل، فانا لغيتها فعلا عشان نركز على الجزء بتاع الووتر كواليتي اندكس والمؤشرات دي اللي احنا شرحتها انا النهاردة. تمام مظبوط. يعني المسألة يعني اللي جينا ازاي تستنتج قيمة مجهولة، دي كانت امتحان الميد ترم السنة اللي فاتت اساسا يعني، وهنزلها لكم برضو، بس دلوقتي كان عندنا وقت نشتغل عليها وبعدين ناخد الوتر كواليتي اندكس لوحده وبعدين ناخد التروفيكيشن الترافيك اندكس لوحده، كان عندنا مساحة من الوقت، فانا لقيت ان الجزء ده هو الكور او اهم جزء لازم نركز عليه، فالحاجات الاقل اهمية انا لغيتها عشان ما شتتكوش. تمام جدا. حتى الاتروفيكيشن بعد ما قلت لكم هديه لكم حسيت انه هيبقى ستريس، لو كل دكتور صمم يدي جزء كبير هيبقى ستريس عليكم والنتيجه انكم مش هتفهموا حاجه خالص يعني، فقلت خليني اركز بجزء معين اطلع بيه من الكورس وربنا بقى يعني يسامحنا في الباقي يعني. تمام جدا. يعني انا لغيت بعد ما قلت لكم هديكم الاتروفيكيشن هي في نفس اهميه المحاضره دي، وهي المحاضره اللي بعدها وانا اوريدي رفعتها، بس هي عايزه تركيز جامد وهي فما رضيتش اشتتكم، عايزاكم تركزوا على ده عشان اعرف امتحنكم فيه. تمام يا دكتور. يعني ان شاء الله من غير ما انتوا تطلبوا، لا المحاضره الجايه لو حد عنده اسئله علشان الامتحان قريب في اول 6 اللي عنده اسئله هجاوب عليها وهقول الامتحان هيجي ازاي، ولحد اليوم ده هكون نزلت لكم الامثله المحلوله ونزلت لكم الامتحان السنه اللي فاتت بحله والميد ترم بحله عشان يبقى عندكم فكره الدنيا ماشيه ازاي. طب ما ينفعش نتكلم في الجزء اللي شرحناه، هيبقى الجزء اللي ما اتشرحش في الامتحانات هتبقوا مش مطالبين بيه، يعني الحاجات اللي على الاتروفيكيشن، الحاجات اللي على التكنيكال ريبورت اللي المفروض ان احنا كنا هنشتغل عليها، الجزء ده مش هتبقى مطالب بيه، بس انا هنزل لك حل الامتحان كله يعني.
مش الجزء اللي انت خدته بس، هنزل لك الامتحان وحله كله وانت احتفظ بيه يعني باب المعلومات يعني. معايا دكتور؟ ايوه يا دكتور. طب ينفع ان احنا نتكلم في الامتحان دلوقتي بدل الاسبوع الجاي؟ لا لان انا لا لان انا كنت كل تركيزي انا هقفل الماده ازاي الصراحه، فانا لسه ما دخلش في دماغي هعمل الامتحان ازاي اساسا يعني. انا الامتحانات قبل كده الامتحانات قبل كده كانت كلها مسائل ما فيهاش نظري، دلوقتي ما عندناش الا مساله واحده اللي هي دي والباقي شبه نظري، فالامتحان هيختلف خالص. خلاص تمام. انت لما تشوف الامتحان هتعرف ان انا مش هينفع اتكلم في الامتحان دلوقتي، لانه اللي احنا خدناه ده كان مساله واحده في الامتحان. مظبوط. ما كنتش بركز على النظري، دلوقتي غصبا عننا هيبقى فيه اجزاء نظري وهيبقى فيه اجزاء اكتيفيتي زي الاكتيفيتي اللي احنا خدناها. فانا نفسي مش عارفه الامتحان هيجي ازاي، انا لسه كان كل مخي اقفل الماده ازاي معاكم ومع المعيدين، نقف عند ايه، نخلص ايه، يا دوبك النهارده خلاص بقى هبتدي افكر في الامتحان وانزل لكم الحاجات اللي عندي. وكل سنه وانتم طيبين، فالمره الجايه هنتكلم. انا ما بتلكتش عشان اقابلكم، انا والله فعلا لسه ما فكرتش الامتحان هيجي ازاي وهوزع الدرجات ازاي، الدرجات كتيره والثلاث ساعات كتار، فانا مش عارفه لسه الكلام ده هيتوزع ازاي. انا هعمل امتحان يكفي الدرجات دي والوقت ده، واحنا ما خدناش الا 60% من الكورس بس. تمام يا دكتور، يعني ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي تكون حضرتك نص ساعه نتكلم، عنده اي اسئله يجهزها او يديها للمندوب وانا هجاوب عليها كلها. اللي عنده اي استفسار في المحاضرات، حاجه مش مفهومه، اي حاجه يديها للمندوب او للمعيدين يدهني وانا هجاوب عليها من نفسي وانا بقول على الامتحان. تمام تمام يا دكتور. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. حاجه الساعه أنا أشوفك يا دكتور. أنت بس حسامة يا دكتور.